بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتنا. هناخد الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحدة الأولى. عندنا هنا هنتكلم في القطعة الأولانية كال تشيني تي بورت بور كال اي بور كاليكازيون. كال تشيني تي بورت، أي زي أنت هترتديه ولأي مناسبة. أندرو بيقول جي جو فوتبول، أنا بلعب كرة القدم. جي بورت أن تي شيرت فير، أنا برتدي تي شيرت أخضر. إي أن شور نوار وشورت أسمر. إي دي باسكيت، وحذاء رياضي. طيب ماريو بيقول أنا بحب أشارك في حفلات الزواج، إذن أنا هلتدي بدلة سمراء وكرافات روج ورابطة عنق حمراء. كامي بتقول أنا بعشق الديفيليهات اللي هي عروض الأزياء يعني، لهذا أنا مهتمية كتير بالزي، خاصة الأكسسوارات زي شنطة اليد، زي الحذاء اللي بكعب وال قبعة والبوكيلوري اللي هو الحلق. طبعا لوي بيقول أنا بروح مدرسة سان مارك وبرتدي اليونيفورم بتاعي، قميص أبيض وبنطلون جينز أزرق وشنطة ظهر. الأشخاص دول بيتكلموا عن إيه؟ عن ليرتوني، عن زيهم. ليرتوني يعني زي بتاعهم. بوراليرو ديفيلي، للذهاب إلى ديفيلي. كامي بتاخد أنساكما معاها. طيب أندرو بيفضل كرة القدم طبعا، لو فوتبول. طيب بعدها طبعا لويس بيكون ايه؟ طبعا ده إلاف تلميذ رايح المدرسة، يبقى لسيا. في القطعة اللي بعدها مباشرة بنقوله كاسكو فوز ميلير دون لمجازين، ماذا تحب أن تقرأ في المجلات. سارة سيزون، سارة عندها 16 سنة، بتقول جيم فواغ لير لزانونس دي بيتمون بارسكو جو ميانتغيس بكو أماتيني، يعني أنا أحب رؤية وقراءة الإعلانات بتاعة الملابس لأن أنا مهتمية كتير بالتيني بتاعي، بالزي بتاعي. جيموسي أحب كثيرا الديفليهات بتاعت الموضة. أميرة بقى عندها 14 سنة بتعشق الأكسسوارات وبتبحث عن الإعلانات بتاعت الأكسسوارات في كل المجلات لكي ترى الجديد من الأكسسوارات. منار عندها 40 سنة طبعا بتفضل قراءة الإعلانات بتاعت الموضة لأنها بتبحث عن التجدد في العالم او الجديد في العالم، في عالم الموضة، لان البوتيك بتاعها ورغبات زباين، عشان البوتيك بتاعها ورغبات زباين. ده كان بالنسبة للقطعة دي. فاول حاجة دون سي دو كومون، في هذه الوثيقة اليا يوجد طبعا في سارة واميرة ومنار، يبقى ثلاث قارئات. ماشي. منار دي شغلتها ايه؟ دي طبعا بائعة، صاحبة محل او بائعة في بوتيك. ده طبعا منار اللي كان عندها 40 سنة. سارة تحب قراءة اعلانات الملابس لانها مهتمية كتير بالزي، يبقى ليز انونس دو فيتمون، اعلانات الملابس. اما اميره بقى فهي طبعا بتحب كتير جدا وبتعشق الاكسسوارات. سالي فريده، اهلا يا فريده. كاسكو تي فا فير سو سوار، هتعملي ايه هذا المساء؟ موا انا جو في فير دي بوتيك، يعني انا هتسوق مع صديقتي نجلاء وهنشتري ملابس ديز اكسسوار بور اسيستير على انيفرسير، وللمشاركه في الانيفرسير اللي هو عيد ميلاد اختي ناديه. تي فو فينير افيك نو، ممكن تيجي معانا طبعا. تليفون موا دولا بريمي دي، يعني اتصل بيا بعد الظهر. نادين هي اللي قالت كده. نجلاء ونادين وفريدة بيكونوا ايه؟
طبعا هي قالت صديقتنا نجلاء، فهم دي كوبين أصدقاء أو دي زامي أصدقاء. ناديه فات، ناديه بتحتفل بايه؟ بعيد ميلادها طبعا، يبقى سون انيفرسير عيد ميلاد. طب نادين فا اشيتور دي فيتمون، يعني نادين سوف تشتري ملابس امتى بقى؟ هي قالت لها احنا هنروح نشتري ملابس للمشاركه في عيد ميلاد اختي ناديه، انت ممكن تيجي معانا. طبعا ده هيبقى في المساء، لو سوار في المساء. في الجملة اللي بعدها لا بريمي دي بعد الظهر فريدة. طب فريدة هتعمل ايه بعد الظهر؟ هي بتقول لها طبعا انت هتعمل ايه بعد الظهر؟ اتصلي بي، تليفون بقى، يبقى فا تليفوني نادين، ممكن تعمل كده انها تتصل بمين؟ بنادين. القطعة اللي قدامنا سمر بنت جزائرية، مي على بيتا باري، ولكن تسكن في باريس مع عائلتها. عندها 16 سنة وبتعشق الموضة والماركات، وهي بتحب تشارك في ايه؟ في الدفليهات، في عروض الموضة يعني. دوما غدا هي سوف تتسوق لشراء الملابس، وهتشتري جيبة زرقاء ومن الجينز وبلوزة بيضة وحذاء بكعب، وهي ايضا هتشتري ساكما طبعا شنطة يد وفولار وشاح كده وعقد من الفضة، لتشارك في عيد ميلاد صديقتها فاطمة يوم الخميس الجاي بإذن الله. كل سنة وانتو طيبين. يبقى سمر طبعا جزائري، خلاص عرف. يبقى هي سوف تشتري جيبة، هي قالت جيبة ايه؟ ها بيضة، بصوا بصة كده، يبقى زرقاء، جيبة زرقاء. فاطمة هتحتفل بعيد ميلادها يوم الخميس. سمر بتكره حفلات الموضة، غلط. سمر سوف تشتري ملابس وأكسسوار صحيحة. عيلة سمر بتسكن في فرنسا، الجملة دي طبعا صحيحة. كل تاي، اي مقاس انت بتعمله، لان كل الكلمات دي مذكر ما عدا كلمة تاي هي اللي مؤنث طبعا، اللي هي مقاس الطول. الجملة اللي بعدها لشراء الملابس، انا بذهب الى البوتيك طبعا. احب ارتداء البنطلونات طبعا، لابد يكون بانتالون طبعا دي مذكر وجمع. بور سورتير للخروج من المنزل، جو دوموند انا بسأل او بطلب الاذن من والدي. اختي بترتدي فستان بوا مثلا، منقط اكارو مثلا، يبقى هنا اكارو، لان خد بوا او كارو، بس هنا ما خدناش بوا على اساس ان هي ايه، مصبوغه بحرف الجر. جام لير، احب قراءه المجلات بتاعه الموضه. ماشي، انا اريد ان اجرب هذا الايه، القميص، يبقى خدي الاولانيه. انا اذهب الى محل الملابس، يبقى خد رقم او. جيفوفير، انا هعمل كورس، يعني هتسوق هذا المساء. انا بسمع طبعا اغاني فرنسيه، دي طبعا رقم دي. نكمل مع بعض في المواقف، وهنا الموقف هختار اتنين طبعا. تي دي موندا تونامي، انت بتسأل صديقة سيكول فيلو فوندردي، ماذا يفعل يوم الجمعة؟ كاسكيل دي، ماذا هو يقول؟ بيقول ماذا تفعل يوم الجمعة، انت بتعمل ايه يوم الجمعة؟ فقال له يا عم انا بذهب عند عمي او امارس رياضتي المفضلة، ما عنديش مشكلة. طيب بورا نونسي، لتعلن عن أمنيتك في المستقبل هتقول أكون طبيب، دي أمنيتي، وأنا أريد أن أكون طبيب. وخلي بالك فودري معناها أريد أو أرغب فيه. تيدي موند، أنت بتسأل مدرسك أو بتطلب من مدرسك الإذن الخروج من الفصل، فبتقول له إيه؟ بريتي موا، اسمح لي أن أنا أخرج من فضلك، أو تقول له سيلفو بليجي فوبو سورتير جيبو سورتير، يعني استطيع الخروج من فضل. طيب احنا بنقول احنا سوف نمارس الرياضة علشان نعلن عما سنفعل، لان هنا مستقبل.
نعلن عن مشروع في المستقبل، حاجة هعملها مستقبليا. بوركسبتي لانفيتاسيون لقبول دعوة صديق للاعب التنس. لقبول دعوة صديق للاعب الايه التاني. ماذا انت تقول؟ تقول له ليه لا يا عم، انا موافق ما عنديش مشكلة، او تقول له استناني انا هلعب معاه. طيب نختار برضو هنا، وحنختار موقف واحد، انت بتسأل صديقك ان يعطيك القاموس بتاعه، او بتطلب منه ان يعطيك القاموس، فبتقول له ايه سلفني قاموسك. طيب في الجملة اللي بعدها، عشان تحتفل، لكي تحتفل لكي يحتفل صديقك بمناسبة عيد ميلاده، ماذا أنت تقول له؟ عشان تهنئ بقى هنا، مش تحتفل برضه، فبتقول له عيد ميلاد سعيد. أنت بتسأل صديقك ماذا يرتدي لممارسة الرياضة، فبيقول أنا برتدي باسكت، حذاء رياضة. طب أنت بتسأل صديقك أين يقضي عطلة نهاية الأسبوع، فماذا أنت تقول له؟ فبتقول له طبعا كلسون يوشكي، عند من تقضي عطلة نهاية الأسبوع. تيني، كلمة تيني مؤنث، يبقى خد لها كال على طول، معناها زي كاسكتي بونس. بونس بيجي بعدها دايما حرف الجر دو، أو دو بعدها على طول. ستين شميزة مونش، مونش طبعا دي مؤنث وجمع، هاخد لونج على طول اللي هي طويلة. جي برون، أنا باخد ميلينات، طبعا نظارات هنا جمع، فهاخد كلمة ميلينات. سي كولييغ إي أنور، من الذهب. لو فرونسي ايه، الفرنساوي بيكون تري فاسيل، سهل جدا. اللي بعدها، لان التري بيجي بعدها صفه. جيم بكو لو فرونسي، احب كثيرا الفرنسيه، لان جيم بيجي معاها بكو كمان بعدها اسم. جي ادور سات شيميز، انا بعشق هذا القميص. جي بو لاشيتير بابا، ممكن اشتريه يا بابا، يبقى قال ابوستروف عايد على كلمه القميص، عشان هنا اشيتير مبدوءه بحرف متحرك. طيب البورتين روب روز، هي بترتدي فستان ايه؟ روز، روز يعني ايه؟ برتقاني ده، ولا اسمه روز وردي. ابوا، كلمه بوا احنا عارفين ان هي جمع مذكر، فهناخد جري، لان كلمه جري مذكرها زي مفردها زي جمعها، لانها بتنتهي باسف المفرد. جيبو بريتي سات فيستا، يعني انا استطيع ان اسلفك هذا الجاك، ممكن اسلفك الجاكيت عادي، مفيش مشكله. سو سويت اي اورانج، طبعا خد اورانج جاري على طول. جو في مي بروموني، يعني ممكن انا مي بروموني اتنزه هذا. جو في مي بروموني، مع جو اخد مي. سو سو اي جون، سو انا عايز حاجه مذكر، يبقى كوستين بدله مذكر، خلي بالك الباقي كله مؤنث، فستان وجاكيت وقميص. سو شابو، هذا الايه، هذه القبعه. اي نوار ماغون، طبعا اوعى تغلط، نوار ايه ده، نوار هنا جامع وهنا مؤنث وهنا جامع، يبقى مارون، ومارون جوكر بقى زي ما اتفقنا مع بعض. سيز اكسسوار جي ليزام، انا بحبها. اللي بعدها ساتروب اتري كور، يعني ضيق قوي مش نافع كور، لان كور هنا ايه، ها انا عايز حاجه مؤنث، يبقى لارج، واسع جدا. ستان دي مود، ستان ديفيلي، ديفيلي ولا فات ولا ميزون ولا بوتيك، طبعا ميزون وبوتيك وفات مؤنث، ديفيلي هي اللي مذكر. سات فيست الي تاتوا، بعد فيرب اتر باخد حرف الجر، ده للتخصيص والايه والملكيه. الجمله اللي بعدها مكتوب ايه عندنا؟ فو لاتاي، يبقى فو فات على طول، فو فات، مفيش فو فات، فو زافي بقى، هل لديك، هل لديك، لان ده سؤال طبعا، فو زافي، فو زافي، هل لديك الماس اربعه. اون فا اشيتي اون سول فيتمون، سول يعني ايه؟ قطعه واحده يعني. الجمله اللي بعدها ست انوغاك اي، طبعا عندنا كلمه مش تنفع مذكر ومؤنث، فبختارها على طول ومعناها سيء. سي شوسير، هذه الأحذية سونتون، بتكون من الجلد طبعا، الحذاء الغالب فين يكون من الجلد.
Ça trouve, qu'est-ce que tu en penses? احنا قلنا penser بعدها do قبلها on. Ils sont jolis ces gants. لطاف جدا القفازات ده. Pourquoi tu prends pas? ليه انت ما تاخدهاش؟ ليه؟ خدنا ليه؟ لانها عايدة على جمع. في الجملة اللي بعدها كلمة طفل هنا مذكر عشان كلمة لطيف فهناخد سات. اللي بعدها مكتوب مامون نوزالو ها؟ علي مصدر فعل، طالما في فعل متصرف يبقى التاني في المصدر. فو بوفي فو ها؟ لأن في فو أخد فو في فعل ذو ضميرين. ليزانسكت الحشرات أنا بكرهها، يبقى ليه؟ عشان ليزانسكت هنا جمع طبعا فأكيد أنا هختار إيه؟ ليه جمع معاه. Tu peux me prêter, ممكن تسلفني الكاميرا بتاعتك. هو حيوي يبقى هو بيشتغل كتير، هو نشيط يعني. يبقى عندنا هنا في رقم 6 بنقوله attendre انتظرني quelques minutes بعض دقائق. احنا قلنا quelques ليه بقى؟ لان quelques وplusieurs بيجي بعدهم اسم جامع بدون اداه. طبعا الباقي مش هينفع على اساس طبعا دي كال جمع مذكر بس مش هتيجي، المعنى مش جاي معايا خالص على هما او اي، والباقي طبعا غير مناسبين لكلمه ايه؟ مينيت. طيب ساره السيه، ساره بتقيس ملابسها، يبقى كل ملابسها يبقى تو جمع ايه؟ مذكر. طيب جيم بورتي، احب ان ارتدي لو بلو. انا عايز بلو، هنا خلي بالك انها مذكر، يبقى انا اقول ايه؟ جون ولا جو ولا جان ولا جان؟ طبعا هنا جون اصفر وجان اصفر، وجو لعبه، جو لعبه، جان بقى اللي هو بنطلون الجينز الماده الخام الجينز نفسها. شوف انا بحب ارتدي البنطلون، يبقى خلي بالك ان في صفات قريبه من بعضها ابقى عارف. Je ne sais pas quoi mettre، انا مش عارف، انا مش عارف ماذا ارتدي في عيد ميلادي، ودي جمله وردت عندنا، يبقى je ne sais pas، انا لا اعرف. ما تخليش الجمله تعدي عليك من غير ما تقراها مره واثنين وثلاثه، وخاصه القطعه بتاعت كتاب المدرسه اللي هي القطعه الاصليه. ست، انا عايز اسم مذكر مبدوء بحرف متحرك، يبقى هروح جري على كلمه افي، لان كلمه دي مؤنث وابونيون مؤنث واشاغبو مؤنث، وافي يعني راي، دي الوحيده المذكر عندنا. طيب بصرف الفعل زي مين؟ ها؟ زي ال، مكتوب في اخر الجمله ايه؟ سوسوار، هذا المساء، لابد اقرا الجمله الاخيره، احنا هنروح الحفله هذا المساء، يبقى انا عايز تصريف فيرب الي زائد مصدر فعل، يبقى فافينير، سوف نذهب. نو سات شانسون، نو سات شانسون، خلي بالك نو وبعدين سات شانسون نسمع هذه الاغنيه، يبقى ايكوتون، واضحه قوي اخرها او ان اس، جمله بسيطه وسهله. ميزامي اصدقائي فون نو، بيضحك عليا هنا وبيحط لي نو عشان انا اروح اقول اصرف مع مين؟ مع توندو؟ لا ده انا عايز مصدر فعل، ده هو مديني الي هنا، يبقى انا عايز مصدر فعل. ده اصدقائي سوف ينتظرون في في ساحه التزال. طيب اكيلر، في اي ساعه فوز الي انت سوف تذهب؟ عايز مصدر فعل، يبقى ريفي، ما هو الي زائد مصدر فعل، يبقى ده اسمه فيتير بروش. الفيتير بروش اللي هو ايه؟ المستقبل القريب. مون فرير، اخويا، اسيي سي بونتالون، طيب اسيي سي بونتالون يعني بيجرب هذا، يبقى سوف، يبقى اخويا بيساوي ضمير ال، يبقى هناخد فا الاخراني. الجمله اللي بعدها مكتوب جو سات فيست، جو ني في با ماتر ولا جو ني في با ولا جو ني مي با ولا جو ولا جو ني با ماتر، ايه الجمل الجميله دي؟ ها اهي، الباقي طبعا مش نافع. تعال ترجم معايا لن اذهب، تعال ترجم معايا تصريف الفعل غلط مش مع جو، تعال ترجم معايا ده مصدر فعل مش نافع برضه، يبقى جو ني في با ماتر سات فيست، انا مش لابس الجاكيت ده. تو فا، تو فا افيك نو سوسوار، يبقى تو فا ايه؟ سورتير، انا عايز مصدر فعل. كل الجمل دي قريبه قوي وبتفكرني بالمستقبل القريب والماضي الحديث، وخلي بالكم منهم كويس قوي. المستقبل القريب اللي هو بيتكون من الي زائد مصدر فعل او فينير دو زائد مصدر فعل.
نوزالو يبقى نعايز نو زائد مصدر فعل اهي. نحن سوف نرتدي سريعا لكي نصل في المعايات. نو زائد مصدر فعل عند فعل زو ضميرين. تي فا ان كادو ا تامير يعني انت هتقدم هديه لوالدتك، مصدر فعل، فعل متصرف يبقى الثاني في المصدر، مستقبل قريب، فيرب عليه زائد مصدر. جو فير دي شوبينج سو سوار، انا مش عايزك تنسى ان جو تصرفها مع الي في جو في. طيب تعالى الجمله اللي بعدها، ايل سورتير يبقى انا محتاج ايه؟ فا. ده ما فيش فا، يبقى انا عايز فو. هو يريد الخروج مع ايه؟ معنا. يريد الخروج معنا، يبقى انا الجمله كده سليمه ما فيهاش مشكله، انا جبت التصريف مع ضمير ال. نو لو دوفوار على ميزون، ها نو في زون، نحن نعمل الواجب في المنزل. ماشي، نحن نستطيع الواجب في المنزل، نحن نذهب الواجب في المنزل، طبعا فيت مستبعد لانها مش تصريف مع نو. جو ساي سات شيميز، جو فو اسيير يعني اريد، انا عايز اقيس القميص ده. طبعا مش هتنفع، دي تصريف غلط، بورت دي يرتدي، مش هتنفع، فول دي تصريف مش معانا. الضمير اللي بعدها اون ناجي دون لا ريفيير يعني نحن نستطيع، يبقى بو ده التصريف اللي معاه نحن، اللي هي ال اللي هي بتتصرف زي ايه؟ زي ال. فو ماتر سا، فو ماتر سا، فو بوفي ممكن تقيس ده، ممكن ترتدي ده، يبقى انا عايز فعل في اخره زاد، يبقى خدناها اهو. الجمله اللي بعدها تي لا تاي دو سي بانتالون يعني تي سي، انت تعرف مقاس هذا البنطلون. تي سي تي سي، انت بتعرف مقاس هذا البنطلون. خلي بالك، ها حفظك للافعال كويس هيخليك تعرف تترجم كويس. الجملة بعدها لي كليون الزبائن يريدوا أن يتفاوضوا على السعر، يبقى فول تصرف مع الزبائن، والزبائن بتساوي الضمير إلى فيك إس، يبقى هناخد فعل في آخر أنت. طيب منى إسي سا تروب، يبقى منى فا إسي، رحت لها ليه؟ لأن منى بتساوي الضمير قال، يبقى أنا بروح للتصريف بتاع قال الأول. اللي بعدها سات بوتيك دي فيتمون ادورابل يعني البوتيك ده عنده ملابس رائعه، عنده، شايف كلمه عنده؟ افوار، مش هقول لك روح احفظ افوار، ده انت طالب في سنه تاني. جو مون انيفرسير دوما، يبقى جو في فيتي، انا سوف احتفل، انا سوف احتفل، يبقى ده مستقبل. في الجمله اللي بعدها ساتي بلاي اسك، هل هذا يعجبك؟ خلي بالك من المعنى، لو انا عارف ادوات الاستفهام كي كوكوا كون كالبوركوا او كومو كومبيا، اللي هم تسع ادوات الاستفهام، ولو اسك جت في اول الجمله يبقى اسك معناها ايه؟ هل. طيب كولير يبقى كال كولير، تي تروف يبقى بروح لكومو جاري، لان ده للسؤال عن الراي. اللي مذاكر معانا هيلاقي نفسه بيجاوب بسرعه جدا. تي بورت اجوردوي يبقى ماذا؟ كاسكو تي بورت اجوردوي، ماذا ترتدي اليوم؟ دي فيتمون، طالما دو زائد اسم جمع يبقى روح لكومبياندو جاري، كم من الملابس انت سوف تشتري. تعال للسؤال اللي بعده، كاسكو تي بونس دو، لان بونس بيجي بعدها دو، قبلها اون. طيب تي ناشيت با سات سونتير، يبقى بوركوا، ليه انت مش هتشتري الحزام ده؟ الجمله اللي بعدها كاسكو تي فو اتر، ماذا تريد ان تكون في المستقبل؟ مصدر فعل عشان بعده فعل متصرف اهو، فيرب فو اهو، يبقى بعده قبله قصدي فعل متصرف، يبقى اتر على طول في المصدر. سي بوني اي اون لين، ولين طبعا احنا عارفين انها صوف، يبقى دي ماده خام. كوستيم طبعا يعني بدله، وبدله دي مذكر، يبقى هاخد كالي المذكر. هنا بارل موا كلمني عن، كلمني، شايف كلمني بأنت، عن تي بروجي مشاريعك اثناء العطله. جو في خد مصدر فعل، مي بروموني، فين مي بروموني؟ اخر واحده عندنا هي مي بروموني. طيب انا عايزك تركز معايا اكتر في الجمله اللي جايه، بتقول ما سيغيم لغوب افلور، اوعى تنخدع وتقول دي جمع وهناخد او، لان احنا خدنا بعض التركيبات اللي هي بتعبر عن الموتيف، بتاخد دايما حرف الجر اه قبلها، وهروح اذاكرها دلوقتي بسرعه قبل ما اعدي السؤال اللي جاي. ماما والدتي مون بتفرر، بتلبس بقى ابيض.
تلبس. احنا كنا عملنا فيديوهات صغيره الفرق ما بين ابيه وسابيه، وقلنا ان ابيه بيلبس حد عايزه مفعول، لكن سابيه بيلبس نفسه بس بتدل على الطريقه نفسها، على طريقه اللبس. كومبياكوت سا، كم يتكلف هذا؟ كومبياكوت سا فاعل بقى، انا عايز فاعل في الجمله، يبقى ما تروحش لسي ولا سو ولا سي. الجمله اللي بعدها ضع الجمله في المستقبل القريب، هنحل من الجمل دي بسرعه ونقول اون. طب سيب اون زي ما هي. هنصرف فيرب الير هتبقى فا. الفعل اللي عندي في الجمله هات منه المصدر يبقى بروندر. كمل الجمله بعد برون بقى، بوراليرا ليكول مش عارف ايه، بوراليرا طونط. جو ني في با اوزو. طب دي جاهزه، جو ني في با اكتبها زي ما هي، لان انا عايز تصريف فيرب عليه وهو مديهولي. تمام جميل. ها طيب، حاجة على الفعل اللي هنا واجيب منه المصدر اللي هو فيرب عليه. كمل جملتها. قال سي برو مان او بارك. طب هنا هكتب قال واجيب فيرب عليه متصرف، يبقى با. وسي برو موني، سي برو مون ني، مصدر بقى بس، كل اللي عملته ان انا حطيتها في الايه، في المصدر. الجمله اللي بعدها تي سي سات روب او سات فيست، يبقى تي حط فا. فيرب السيه ما تنساش ان انا مرجعه في المصدر، يبقى حرف الاي يرجع جريج زي ما كان، واكمل جملتي. ايل ما، يبقى ايل فا ماتغ. شوف انا بجيب فيرب عليه من عندي انا، من عندي انا، والفعل اللي في الجمله نفسه اعمل منه ايه، ارجعه لاساسه اللي هو المصدر، واكمل جملتي. الجمله اللي بعدها اكولور في اي ساعه تي فا او كلوب، في اي ساعه تذهب الى النادي. اول ما الاقي في اي ساعه روح يا عم في اخر الجمله كده واكتب واكتب مثلا تسعة وبعدها اش، بس الساعه 9. تعال بقى على جملتك، والتي حولها لجو، ها، وصرف الفيرب صح هتبقى في، واكتب او كلوب صح كده، واكتب كذا. طبعا ما كتبناش سالين، اكتبها. كاسكو تي فا فير، ماذا سوف تفعل؟ هو انا هروح النادي اعمل ايه؟ جو في فوار ميزامي، انا هشوف اصدقائي. واحد هيقول لي انا هلعب، ماشي اعمل اللي انت عايزه. شوف انا عملت ايه، صرفت التي اهي، قلبت التي لجو، صرفت الفعل صح. فيرب فير هنا بيدل على الحدث، جبت اي حدث انا هعمله، هلعب، هجري، نطط، اي حاجه بقى انت حافظها. ايه افيك يو مع من؟ اكتب جو في افيك هاني، انا هروح مع هاني. ابليس، الى اللقاء. يبقى دي طريقه اجابتي على الايه، على الايميل. هعمل نفس الموضوع في كل اي ايميل يقابلني، بعمل فيه نفس الايه، الموضوع اللي قدامنا ده. تعال بص للايميل ده، هو قول لي بوركوا تي نيفو با سورتيغ افيك نو فوندردي بروشان، ليه انت مش هتخرج معانا يوم الجمعه القادم؟ قال له قول له كده بالراحه، كار جو دو ديفوار، لان عندي واجبات. ماشي، كار جو اون رانديفو، لان انا عندي ميعاد. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Je fais mes devoirs. أنا هعمل واجباتي. Et qu'est-ce que tu ne vas faire? Tu ne vas pas faire. وإيه اللي أنت مش هتعمله؟ يبقى je ne. أهو التي أهي. Ne vais pas. أنا لن sortir. أخرج. خد من جملتك، أنا مش خارج. أنا أنت مش هتعمل إيه؟ أنا مش خارج. بس. ده بالنسبة للجملة اللي عندنا. برضو الايميل هكتبه سهل جدا، اكتب عن مشروعات العطلة، ودي سهلة قوي، الاماكن والانشطة والملابس اللي هتلبسها. وبرضو الموضوع اللي بعده، انت ذهبت مع العائلة الى البوتيك لكي تتسوق، اكتب لنا ماذا اشتريت، انتوا رحتوا امتى، وماذا عملتوا ايه، وايه الالوان اللي انتوا اشتريتوها. الى في الامتحان الاولاني في الوحدة دي، لا مير دو مارنا، والدة مالنا. وقبل ما نحل الامتحان برضو انا بكرر نفس الكلام اللي انا بقوله، بلاش تبقى انت داخل عشان تنقل حل الاسئلة او تحل على طول وتروح تقدم الحل ده للمسيو بتاعك.
انت مقصر وداخل عشان تغش بس، مش اكتر من كده، ومش مقدر المجهود المبذول، ومش مقدر احترامك لنفسك ان انت هتقعد وتفهم. وبرضو في مسؤولية على مدرسك ان لابد يسألك النقطة دي انت جبتها ازاي، عملتها كده ليه، اشتغلتها بالطريقة دي ازاي. ما يبقاش الموضوع ان انا بسأل سؤال وبجاوب عليه بس وخلاص، بكرر النقطة دي. اما لو داخل هتفهم وهتستوعب وهتتأكد من اجابة انت عاملها وانت حالل قبل كده، بس مجرد ان انت بتتأكد من الاجابات ماشي مفيش مشكلة، داخل وهتفهم النقطة دي، داخل وهتتابع المدرس وهتلاقيه مثلا نسى نقطة او اخطأ في نقطة، وده وارد، ده مفيهوش مشكلة بالنسبة لنا، ده وارد جدا. فانت بتقول لا يا مسيو، ده الحتة دي انت عملت فيها كذا، واحنا بنقول لك شابوه ان انت متابعنا ومتابعه كويسه، ها، واخد بالك من كل نقطه. ها، نرجع تاني لقطاعتنا. والده ميرنا بتذهب مع اولادها الى البوتيك، محل الملابس والاكسسوارات بورات رالامود، عشان تكون على الموضه. ميرنا بقى لا جراند سير سي، يعني الاخت الكبيره، جربت فستان ابوا نوار، يعني في نقط سمراء صغيره. هي ايضا عايزه عقد من الذهب عشان تشارك في حفل زواج. لوفيس الابن بيكون رياضي، هو عايز بقى ترينج بنطلون جينز، وايضا عايز مايو دو با بوراليرا لابلاج للذهاب الى البحر في الصيف. كونت تالامير بالنسبه للام، يبقى دي اسمها كونت بخصوص، بالنسبه ماشي، بالنسبه للام ان امبالي فيتمون سيري، هي ما بتحبش الملابس الضيقه. ده طبعا ناهد هي اللي كتبت الحوار ده. طب تعالوا بنقوله، الام بتذهب الى البوتيك طبعا مع اولادها، افيك سيز انفون، مع اولادها. طيب لو فريردو مان عشيت، يعني اخو مالنا اشترى ايه؟ فهو اخو مالنا اشترى عندنا سيرفيتمون وجان ومايو دو با، يبقى ثلاث قطع صح؟ صح، يبقى توا فيتمون. هو اخو مالنا اشترى بقى الحاجات دي. عندنا ايه كمان؟ ميرنا فا اسيستيغ على فات دو مارياج، حفل زواج، هي هتشارك في حفل زواج. دو مارياج، حفل زواج. لو فريردو ميرنا يعني اخو ميرنا بيحب طبعا ناتاسيو السباحه، لانه اشترى طبعا مايو دو با. في قطعتين صغيرين، القطعة الأولانية بتقول سالي جو في فواياجير على مونتاني بو باسير لو ويكاند، يعني أنا سوف أسافر إلى الجبل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، هناك الجو بارد والدنيا تلج، وأنا طبعا هاخد ملابس تقيلة وأمارس أنشطتي المفضلة. أبليس إلى اللقاء داريبو. في القطعة الثانية سالي لويكاند بروشان، يعني في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، أنا سأذهب عند جدي في القرية، وأنا حتنزه طبعا في الحقول مع أولاد عمي لوك وليو، وطبعا جو في مونتيغ شيفال، وحركب خيل طبعا. أبليس مارتا، إلى اللقاء مارتا. السؤال الاولاني بيقول لي ريبور فا فواياجير على مونتاني، هو سوف يسافر الى الجبل طبعا في الشتاء، في ثلج وفي جليد، يبقى في الشتاء. لي جران بارون دو مارتان ابيت على على كومبان، في الريف طبعا مش في الجبل. او فيلاج مارتان فافير دو لا ايكيتاسيون، يعني فروسيه طبعا، هو هيمارس الفروسيه، هيركب ايه خيل. مارتان فا سي برومونيه افيك سي كوزان، مع اولاد عمه طبعا، على حسب القطعه ما قالت لنا، هو قال كده. تعالوا بقى اول سؤال، تي دي موندا تونا مين، انت بتسال صديقك سوكيل في دون بارك ماذا يعمل في الحديقه، بتعمل ايه في الحديقه؟ فهو بيرد عليك بيقول لك انا بتنزه مع صديقي. الإجابة دي صحيحة. هيقول لك كمان إن أنا أمارس ركوب الدراجات، ماشي، الجملة صحيحة. بورا نونسيل تعلن عن ماذا ستفعل في الجمعة القادمة، فأنت بتقول لو فوندور دي، لا بتقول جو في فوتوغرافيه، أنا عايز مستقبل، جو في فوتوغرافيه، أو جو في بروندور لو تران بور الكسندري، انا هاخذ القطار الكسندري، لان انت بتعلن عن حاجات هتعملها في المستقبل.
تونا مي صديقك تيديموند، صديقك بيسألك أين تتنزه، فأنت بتقول له أنا بتنزه في الريف، أو هتقول له أنا بتنزه في الحديقة. في الجملة اللي بعدها تي ديموند تونا مي، أنت بتسأل صديقك سو كلمي بور ناجي، يعني بيرتدي إيه عشان السباحة، فبيقول أنا برتدي مايو دو با، أو بيقول جو مي أن مايو دو با. طبعا ان مايو دو با اي ان بوني، بوني طبعا اللي هي بتبقى الطاقيه اللي فوق دي بيلبسها خاصه البنات والصبيان عشان الشعر والحاجات دي. في الجملة الأولى اون فا نيجوسي، احنا هنتفاوض على السعر، نتفاوض السعر يبقى نيجوسي، سي يعني يجرب يشتري، وبعدين تريه يعني يسحب او يشد. او اللي بعدها ايل سابيبيا، يعني هو يرتدي بعنايه بطريقه كويسه، ده فيرب سابيي. المجازين طبعا مجله، ودي مذكر فعنا كوت سو. كال ليفر تو فو، اي كتاب تريد يبقى فو. اللي بعدها سيتين غوب ابوا، طبعا دي نقوش موتيف، فانا هاخد اه على طول، وحفظنا بقى دي التعبيرات دي. تي السي سي شوسيغ نو جو ني لاشيت با، فطبعا هنا هناخد لي اللي هي الاخيره، انا ما اشتريتهاش. نو جي ني ليز اشيت با، عشان عايده على الشوسيغ. ست انوراك اي تري موش، موش ليه خدنا موش على اساس طبعا ان الصفه دي مؤنث، وده طبعا بيحتاج اسم بعد مضروب حرف متعارض. في الايميل في اي ساعه تذهب الى الحفله، يبقى طبعا هنقوله جي في اليغ او كونسير او تير، مثلا الساعه 8 افانتير، احط ساعه. كاسكو تي فابورتير، ماذا ترتدي، يبقى جي بورتان كوستيم، انا هرتدي بدله. اي افيك كي تي فالور ا سو كونسير، يبقى جي في افيك مون كوبا علي، اذهب مع صديقي علي ا سي كونسير. طبعا ده المفروض ان انت هتكتبه لوحدك وتتدرب عليه، لو في اجابات تانية ممكن تكتبها في التعليقات واحنا نصححها. اكري، اكتب طبعا سيغ سيكو تي فا فير بندون لو ويكاند، يعني اكتب ماذا ستفعل في عطلة نهاية الاسبوع، جور اكتيفيتي ليو الى اخره. الامتحان التاني طبعا هو امتحان افكاره جميلة، بس هنسيبه بسرعة ليكم وانتوا تراجعوه، احنا حالين سريعا، انتوا هترجعوه بسرعة على اساس ان انتوا تبقوا عارفين محتويات. طبعا احلوا الاول وبعدين اراجعوا، احلوا الاول وبعدين اراجعوا، على اساس ان انا اشوف هل عندي اخطاء عندنا او عندكم انتوا، على حسب بقى قدراتكم وملاحظتكم الجيدة. برضو نفس الموضوع، بكده هنبقوا انهينا الفيديو ده. فاضل امتحانين كمان عندكم، دول طبعا واجب ابعتوا لي الحل بتاعهم. ها امتحان الشامل على الوحده كلها، ابعتوا لي الحل بتاعهم على في اجابات صغيره، يا اما على الواتس، ممكن تبعتوا تعملوا اجابه كده واحنا نصححها وتبعتوا على الواتس، ورقم التليفون بتاع الواتس موجود عندك تحت في صندوق الوصف، او ممكن تبعتوا على اي حاجه انت عايز تحب تتواصل معايا فيها، وممكن تكتبوا في كومنت بسرعه، وتكتب الكومنت تحت في القناه في الامتحانين الباقيين، وانا هرجعهم لك باذن الله. أرفار.